الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقرة. وقال تبارك وتعالى في شان حبيبك الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما بتنا عقيدة اهتمام بنصر دروشي بابي الله صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. صلوا على النبي بصوت الأعلى صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا خليل الله وعلى آلك وصحبك يا نور من نور الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا شفيعنا شفيع المذنبين. وقال شيخنا شيخ نور الدين النوراني رحمة الله تعالى نصر باب سبوز كور سنبي وسن نصر باب سبوز كور سنبي وسن سور سج وڈیاس مور سن تاج لخ بد پکن دنیا سورن لاکن مسجدن مقبرن باج ماج کوری اتواس کرت نیرن دو دیر برن گرن سدی دل مال آسن دیتی کیرن رنگ چول پپن سیرن سدی اب زیز دنیا ما بر یستی بروچی ترتی کٹ شنوا مشکور شری بس بر نیستی اس کر گنگل سوی کری کرا ہر دم سنا آئی جانا گسمیو شمار آسون
بشمار آخر كدار رمى سجود المنكر بما قيام منكر محترم المقام واجب الاحترام امام خطيب بقيا عليا معزز انتظامیہ کمیٹی جامعہ مسجد حاضر بزرگوان ملت اسلامیہ عزیز نوجوانوں با پردنش خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ لا تعداد حمد و ثنا وحدہ لا شریک خدائے اس کو اس وحدت سے اقتاش ہو عبادت صلاح ذات کریم شو بے سنار گرت لا تعداد درود و سلام با حضور سید الانام حقل موجودات سرور کائنات پیغمبر الاولاد حضرت احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدی ذات مبارک بیسن اللہ تعالیٰ سیدی فیضات برکات انعامات اولیاء ازامن از اسم خصوصی مغفرت دیت جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ دین میں ناچیز اس کم فہم اس کم علم اس
حق ونقطة في أساني دين عطاق أمير صدر الله چونك اس موضوع منتخب غو اتي موضوع اس پر کرو قط انشاءاللہ تاکہ اسی سمجھ کہ اللہ تعالیٰ اگر اس پرد کر خلقت کر اللہ تعالیٰ چھو کریئٹر تو اس تو چھو تخلیق تو چھو کریئشن لہذا اس کس مقصد چھو دنیا سے مزید ہے تو سون مقصد ما چھو رائیگان زائی سمجھان شیخ کامل شیخ نور دین نورانی رحمت اللہ علیہ تو ہوں تو کورا اس بیان بکر گزر اس موبائل تھے جو سر ایمان کیا جی